صباح الخير، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مين اليوم صابحة شابة نعس، صباح انا شابة نعس مزيان 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 مزيان، نعس تلت ساعة ونص تقريبا. دابا عاد فقط فطرت وغادي نلحق الراجل اكادير، حتى هو كيمشي بكري هو واياد للمدرسة. انا عاد ملحق عليه دابا، تعرفوا كنقطع معكم كل ساعة تصور، كيكون الناس دايزين كنحشم نهضر قدامهم، كنحشم حتى انا على بالكم تعب لكم، واش انا ما كنحشمش؟ كنحشم كنقطع كل ساعة تصور. قلت لكم دابا ملحق الراجل اكادير، راني مشيت دك الطاكسي، كنتسنى الطاكسي يجي، الطاكسي يجي للبلاصة اللي ساكنة فيها. عاد ديك الساعة غنمشي حتى 44، عاد ديك الساعة غنمشي لاكادير. سمحوا لي البنات ما هضرتش معكم، عاد وصلت للسلام اكادير، وجا راجلي خداني في حق، دخلت بالطاكسي مع كنتراك باللور، دخلت واحد الدخان داكشي، لابسه هاد الجليبيه ديال شيين. دابا بارطاجي مع الطاكسي كيشوفوا مرا كتمشى، كتبان لهم المرا ما فهمتش واش مورسو ديال اللحم غادي، ما فهمت هو العقل. كنت بدا ما نتناقش معكم في هذا الموضوع، عاوتاني نبدا نجبد النحل عاوتاني، ولكن العقليه وروتار روتار روتار يا بطل الروتار روتار عقليه 1900 ما عادش شنو كاع ما عاد كاع شنو كاع ما عادش كاع من العقليه هذه. الله يخلع الله يجعلك ما تلبسي خنشو وتخرجي بها تغلفي في ميكا ديري النقاب، والله ما والله ما تزقلي، والله لا زقلوك. عقلية ديال اللوين زعما انتو فهمت انا شكون يدخل لهم هاد العقلية الراس؟ هادشي كله كنقول انا كيبقى من الوالدين، كيدخل لهم ديك العقلية في الراس. عندك راه البنت، بنت رد البال، بنت عاو كيولد بليهم بنت، مرا دايزة صافي هما كيتحل لهم العين، المرا دايزة ويلي مرا الله الله الجمال والسعر. الله يخليكم برخلة تو، انا بعدا عفت الرجال، عفت الرجال، شتو هاد العقلية هادي؟ عفتهم الرجال، عفتهم على هاد العقلية المعفنة المخامجة المسخل. خلوني بلا ما نهضر، قلت لكم بلا ما تخلونيش نهضر، نبدا نهضر ما غنسكتش. عقلية غادي نقول صفر خامجة، كتبان لهم مرة كيبان لهم ما عرفتش شنو، كيبان لهم مورسو ديال اللحم كيتمشى على رجليه، ما فهمتش انا. ما يقولوا ديك لا واخا تقول، غتقولي حياة لابسة جلابيتها واسع الجلابة فيها جوج متر، وهي المشكلة ماشي في واخا نكون نتلابسة المقزب، المشكلة ماشي في واخا تكون راه المشكلة في البشر اللي ما كيحضرش عيني وغض النظر البشر. كاين ناس ميتحاش تقولي راه المرا سميتها متزينة ولا شي حاجة، وراه كاين ناس سميتها شي حاجة غض النظر وهز عيني كيبان لك بنادم شكون هو، وحضر ونكمل عينيك. وانا اللي مرا قسما بالله العلي العظيم الا كنهز عينيا يبان لي شكون هو، وكاع ما نهز وانا كنبقى غادي في الارض، ندخل شي حيط ما نهز كاع عينيا كاع علاش نهز يمي نبقى غادي في الارض، انا نطيح انا في شي حفره ما درد البلا ما نطيح شي حفره. المهم خلوني، هذا موضوع اخر، هذا يلا زيدوا خلوني عفوا. المهم هنايا جينا البنات ناخذ التواب على حسب الكنابي، عندنا با مال، عندنا واحد 3 كوموند ديال الكنابي ديال التواب، وحده خصنا تليفغا ان شاء الله في وحده خصها توجد لشهر جوج، الاول ديال شهر جوج واحد الكنابي، والاخرين باقي مازال، حيت كنديروا واحد لو ديلي باغ اكزومبل، لو ديلي شحال يكون فيه ديال التوجد. المهم كاين كاع لي كاليتي، كاين كاع لي بخي، كاين رخيص كاين الغالي، المهم كاين جميع الاتواب اللي بغيتو. انا بعدا الاتواب، كاين الاتواب مغربيه، كاين اللي بغيتي مودرن مغربي، تخلطي المغربي مع المودرن كيجي زوين كاع جميع الاتواب.
المهم نوريكم انا شويه البنات في التواب، راه ما نوريكمش بزاف، كاين بزاف، عطى الله التواب، عطى الله الاشكال، عطى الله الانواع، عطى الله الستيلات، كاين مغربي، كاين مودرن، كاين تخلطي لي ماتيغ والالوان، ها اللي عجبك اللي عجبك كلشي كاين. هذا داير بحال الشكل ديال الزربيه، وغير التوب كاين تربيل الكنابي كيجي زوين غزالين، كاين جميع الاتواب، ها اللي حبيتو اللي تمنيتو. شفتوهم هذا في الاحمر واعره، هذه دايره بحال الزربيه هكا. هادو ما عرفتش كيبان لكم الالوان مزيان لا، حيت راه الظلام ما كيبان والو، كاين الالوان راه غزالين. هذه الالوان مش يعني ما غاديش ديري كنبي خضر. فوالا تو سا سي تانو الوغ سي فوري نيزيتي با. يعني جميع الالوان، كاين الاتواب، كاين اشكال بحال هذا، هذا بحال هذا اللي داير انا عندي نو برسك لا ميم شوز نو 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 مو جي اون تي تاش سي با سا. شتو كاين انواع واشكال و ديكورات وستيلات و ها اللي حبيتو. شاك تيسيو ديفيرون، شاك ماتيغ ديفيرون. كاينين هادو عاوتاني حتى هما صون مغربي. هاد النقشه كتكون مطروزه هنا، شتو هاد النقشه ماشي معير محطوطه، مطروزه نيس طاف الزرق ولا الموف، الزرق داك الزرق اللي غادي للموف. واعرين واعرين لي تيسيو، واعرين البنات، واعرين داكشي خطير. هما كاين في جميع الالوان، كاين احمر عاوتاني، هادي منقوشه فيه يعني ما تخافوا منها والو، منقوشه شتو منقوشه وسطو، كيبان لكم انا كنحاول نقرب لكم باش يبان لكم مزيان. شوفوا لي عاوتاني هذا غزال، هادو صالونات مغربيه هادو. انا ما عنديش البنات العصر المغربي، ما كنرتاحش فيه ما نكذبش عليكم، ولكن يعني الناس راه كاين اللي كيعجبو الصالون المغربي، كل واحد شنو كيعجبو، كاين في جميع الالوان. هما ها موديلات اخرين عاوتاني، هذا في الزرق والبيج، جميع اللون ديال الزرق والبيج، وغادي طالع البيج مع الماغون. واخا مزيان فيه، واخا فيه البروج مزيان. المهم البنات جينا هنايا كنستتو بالكليان. كناخدو التوب الكليان باش نقاد، باش نقاد انا زعما اللي غادي نقاد، نقاد سدادر كنستي التوب، ستي التوب نشوف الاتواب اللي زوينين وداكشي، فهمتو. كاين اشكال وانواع، كاين اونتي تاش، كاين هادو غير الالوان، مي راه انواع راه لا تعد ولا تحصى، كاين جميع الالوان. ما ندير لكم شويه دوير دبره باش. المهم بنات هنايا دزت مشيت للصالون، عندي واحد شد عندي تفرت هرس فيهم شي حاجه، مشيت للصالون قادتهم ليا، قادتهم ليا غير فابور ماشي بالخلاص، يعني كان فيهم واحد الديفو قادتو ليا، درت ليهم هاد اللوين ابيض هكا بلي بايت، ودابا جيت عند الطبيب هنايا كنتسنى النوبه ديالي الرونديفو، جيت هنا حتى من بعد نقول لكم علاش جيت عند الطبيب، نخرج نقول لكم علاش جيت عند الطبيب. جيت هنا الكلينيك سميتو واحد الكابيني كاينه في شارع الحسن الثاني، سميتها عماره الحسنيه على ما اظن، جيت عند ديرماتولوج سي سا، جيت عند واحد ديرماتولوج نقول لكم علاش البنات. من بعد كنتسنى الرونديفو ديالي. المهم بنات رجعت معكم، خرجت مع الطبيبه، قالت لي لا الحمد لله ما عندي والو بنايا، قالت لي غير طاحت، عطات لي واحد البوماده، تنعاود لكم شويه القصه من بعد. المهم تلاقيت مع الشاف هند وحلفات لي تنجي عندها الزهره، تو الشاف هند هي ديك المره اللي طيبات لي العلميه ديال الراجل يحضر دوك لي نيم وداك الشيء بالحوت، ياك بالحوت باش درتيهم ديك المره بالحوت، ودابا تلاقيت معاها وقالت لي والله تجي عندي ندير العشاء مجموعين. شوفوا واحد داك المره يا شحال غزال ديال النحاس، انا راه كيحمقنا تي ديال النحاس غزالين، هادو طلعوا العطريه مع داكشي ثاني نحاس كيحمق مع داكشي ديال الخشب. المهم جينا هنا غنديروا العشاء مجموعين، المهم اللي درنا شي حاجه غبي دغيا دغيا، اصلا ما كناش ما كنتش معوله اصلا، هي بالذات قالت لي يلاه دروك 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 غنديروا العشاء والعقبيه مجموعين، اي حاجه خفيفه سخفه. طلعت الدروج عندنا شي دروج سخفوني، حسيت براسي سخفت، تقول اش درت انا. شوفوا ها نقول لكم شنو كطيب، دايره الدجاج الا جاكم ضيف الغفله اييه ماشي ضيف الغفله، انت جيتي ضيف الغفله، انت اللي جيتي عندك ضيف الغفله. شتو دابا ما عندناش الوقت نديرو كاسكروت، لان الكاسكروت خاصو شويه ديال الوقت، حنا غنديرو عشاء وكوتي ان شاء الله. كان غندير واحد التحدي اللي غنوجد واحد البلان ان شاء الله، ساعتين من دابا لساعتين ان شاء الله غادي تحط.
يلا من هنا ساعتين سير اش غدير كيفاش شنو غديري فهاد الاكله ها انا دابا على الله انا غاديه من الله لحد الان مازال ما عرفتش غندير انت غادي مع تخلطي المهم انا اول حاجه درتها الحامض ضروري الحامض حيت الدجاج ما كانش مغسول من قبل غادي ضروري غنكثر الحامض والملح الحي ونفرك نفرك هادشي الزفريه ديالو هنا الجناوح جناوح كيتسمى جناوحات انا الجناوح داكشي اللي عندها خرجاته هي اللي قالت لي يلاه حياه قلت انا لقاتني من هاد الجناتي والناس ثانيه ثاني كابو صافي واش بغيتي يلا زيدي بسم الله مشونيت هنايا هذه كفته البنات كفته ديال الدجاج ما عرفتش غدير بها وانت شوف شنو غادي توجد ياكم احنا مجموعين ندوز وقتا جميعا انا عجبوني غير هذا انا نوريكم البنات شنو عجبوني غير هاد الديكورات كيحمقوا هذا ديال النحاس كيحمقنا هادشي ديال النحاس وديال الخشب شوفوا لي هذا الخشب الخشب مع النحاس داك النحاس الاحمر غزالين هذا غزالين تقوي ميلا ويتيت ويتيت هادشي شحال غزال ويتيت 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 فالما حشمت كنت طبطت عليها حشمت لي شوفوا هاد الطويله ني كحمقنا هادشي ديال الخشب والنحاس غزال ونشوفوا شنو غندير كتفرك الحامض مع الملحه الدجاج فركت ليه صبنيه دابا غندير ليه شويه ديال الفرص ونخليه غير شي شويه وسكينجبير شدي ليه شويه الفرص وسكينجبير فرص وسكينجبير لاش ضروري لاش ضروري اشوف انا زعما غندير ليه الفرص غندير ليه الشعير ش ولاش زعما ايوا باش كتكسر ديك الشحمه وتحيد الزفريه وداخل اوكي دقيق 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 الشعير دقيق الشعير وشنو اخر غادي اي شنو اخر انا اللي لقيت قدامي فورس ما عرفت فين دارتو ليا البنت داكشي لقيت غنخدم به مسكين مسكين انا نقول لكم البنات واش بنين في الاخر لا ما بنين عالي يا فهمتي هادشي ازياتي ولا مغربي ولا شنو هادشي ايوا غت اش نقول لك انا كيك حد الله ما عارفه اش غندير بين اللي كيجي عندي بحال هكا شي شي ضيفو كنبغي نسيرفي باش نجلس معاه انا ما كنبغيش نبقى واقفه في الكوزينه تنبغي نجلس نبقى قبيله زوينه ما كنكونش عارفه اش باغا ندير ولكن غالبا غنشويه في الفران باش ما نبقاش واقفه عليه اييه عندي الشقه راه عندي كتسجل عليا شنو الشقه هي هذا الصوص اللي معتمد عندي انا اللي كنخدم به عندك اللي قلتي هذيك المره راه ما تنسيش راه غتعطيني عندك هذيك الشقه باش دايره وهذاك حنا نعرف هاد الشقه عمرني سمعتها قالت لك عندها واحد لاصوص سميتها الشقه هي كديريها لكلشي الدجاج اللحم لكلشي ديال عيد الدجاج هي اش كدير لا راه كل وحده وشكل ديال المشاو بوحدها وديال الدجاج الحمر بوحدها وديال الحوت بوحدها اوكي وما تحتاجي ديري معاها مول صافي فيها الملح فيها كلشي هذاك الشهر خليه يترقد دابا اذا رايتم هنا المكونات هنايا غادي دير الكفته الطويجين على الزينه تشوفوا لي الطويجين حزوين انا على ما علقات لي انا والماعن هذيك الشهقه كتحل حد عليا هذه هي الشهقه المهم هادشي اللي بقى عندي فيها كنت صيبتها ل واش صيبتها للرباط وصيفتها لهذا اش الريحه طلع الريحة زوينة فيها التومة بعدا هذه هي الشقة البنات لاصوص الشقة هي هذه واحد لاصوص كدير مع كتبان زين حتى نعرف شنو فيها المكونات ندير انا هاد الشقة جهقت انايا دش عليا كنخرب اخبار مرة ترى باغا نشهق كاع هادي توما بودره مع الشهقه أيه؟ مع مطاط حبيبات اييه دابا شافوني فواحد الموقع عجيب هذيك الكفته ديال الدجاج البنات انا اللي عجبتني الطريقه نبراتيكيها عندها داكشي هي كله جيون ما عندهاش داكشي صغيور عندها كلشي جيون مقله كبيره لا هذا كبير كلشي داكشي عندها كبير المهم دارت المقلات سخن فوق هذا هي راه عندها المقلي داكشي كبير حيت كتخدم به هادشي ديال هاد الزيته هادي اللي مرقدين فيها الاعشاب الزيت ديال الاعشاب هي فيها ما عرفتش شنو فيها الحق فيها الثوم وفيها اشنو سميتو داك اللي كيدير في اللحم وداك اللي كيدير في اللحم ديك الورده ديك النجمه اللي كدير في اللحم ما كنعرفش شنو سميتها فيدينا وقع قلنا كلشي كنديرو تماك زوين ديال الزيت من السما طلع الريحه ديالها غزاله اه صافي انا كنقول منك سيري كيقول لي البنات دائما سيري عند الشافوت سيري تعلمي سيري تعلمي طيبي وتقول دايقي ما كلتي سيري تعلمي طيبي وعلى الزينات ما كلتي عندها تفسير تاع الزيت العود مخلط المهم تبغى نقلو وانا نقل خاص براتيكيو سيبوليت هي هادشي معطر هي لا سيبوليت معاياش
وانا كتكون عندي لا سيبولات كثيره وما كنعرف ما ندير ديالها كتشريها دابا درتيها في زيت العود معاياش هي مع زيت العود وهي وزيت العود صافي كتبقى ليك والله ما فراسي هاد القضيه اختي غنديرها عندي السيبولات وكتبقى غير تخسر ليا سيبوليت هيا خذوا السيبوليت الناس اللي كيبغوا ياخذوا السيبوليت درا مع زيت العود القرعه وصافي انا عندي الخضره دائما عندي الخضره مخلله ياك بحال دابا اليوم اش غنختار اليوم غنختار الكورجيت ها هو ها هي شتي كيفاش كدير انت كتخلي الخضره درت لها واحد ولي حياه ما عارفه والو ويا الحياه درت لها واحد لا فيديو هاد الخضره اول فيديو درت عندي دابا نمشي نشوفو اول فيديو درت في القنفر درت فيها الخضره هادي شتي دابا نمشي نشوفو وكيجي بنين دابا خيزو اللي بغيتي ديري الحوت هزي خيزو اييه سمعتي باغ اكزومبل تقدر تخلطيه مع الحوت نيت تخلطيه مع الحوت ولا بغيتي ديري شي حاجه في الدنجال كندير الدنجال المهم عندي الدنجال عندي المهم بخاتيك كورجيت عندي خيزو بخاتيك كيجيك ساهل ديجا واجد دابا شوي على عيني كنديرو شهيوه من هما الا زوينه هاد القضيه نبقى نخلل انا هاد الشيء قضيه حامضه زوينه انا بعدا عجبتني القضيه السيبوليت بعدا عجبتني القضيه هادي عجبتني غنديرهم جو فراسي هي انت بغيتي تبقى خضره صافي ما هي انت زوينه انا غنقل والله الا كان عندي كنت غاسه سيبوليت ودائما كتغسل ليها كنديرها في الكونجيلاتور لا لا كتكحل في الكونجيلاتور ايوا ها هو البنات داك الدجاج راه طاب ما درت مع العطريه هي شنو هادي الشعريه الصينيه درتها في الماء السخون هاد المعلقه راه كنخدمها بطريقه انا عشوائيه ودرت فيها شويه ديال السوجه البنات السوجه السوجه مالحه ماشي حلوه هذيك اها عندي هنا دوك المخللات ديالي درت هنا السوجه مالحه درت هزيت شي شويه من هاد المخللات اللي عندي هنا هما شفتوهم هادو عندي فيهم كبار وعندي داك حامض ديال هذا ديال الطنجيه أيه؟ وعندي الزيتون والكورنيشو هادشي كنطيب مع زيت العود مع زيت العود والثومه تاعي حيت انا الزيتون الكحل كنعمر به البريوات اوكي حنا غنخلطو شويه هنا مع السوجه اييه مع داك اللوك تاع الحامض اييه وغنجيبو حتى هو شويه غير نقلبها نطيبو هي اصلا طايبه سخنه وصافي الريحه كتعس كتسهل البنات الريحه واعره انا واحد الريحه ما نعاودش لكم خلصت راه طيب طبعا الريحه واعره ريحه زيت العود ريحه العطريه اصلا الطياب تاع فنون تاع ابي اساف فين غنسولك واش الطياب عنده قوانين ماليهش قوانين الطياب بدون قوانين لا صح ليك الله يرحم ليك الوالده نظن نقول لهم راه الطياب مليح قوانين ما كيفهمونيش ملي عندك في الدار وكل مره كنخدم النفس ديالها اييه داكشي اللي كيعجبك ولي عندك في الدار ماشي باش ندير انا شي حاجه رقيتي وما حطيتش في البلاصه قاده ودي نجيب الزيت ونتخلع نبدا نفكر اش ندخلو ولا خصني نخرج نجيب ليه من برا لا خاصني هي عندي في الدار المراه هي اللي طيب بلي عندها في الدار الا عندك الكورج خدم ليه ما عنديش ندير براحتو الخيار اي حاجه عندك في الدار المراه هي اللي يا عيد ما نقول لهم هو تخرج منها شي حاجه عيد نقول لهم راه لا كويزين راه ما عنده قواعد راه ديري غير اللي عجبك وطيبي ويخرج لك تقدر يخرج لك بنين تقدر ما يخرجش لكش على حسب الخليطه اللي درتي تمشي للمقادير وتبعي الوصفه كما هي وما تخرج لكش حيت النفس ديال ما حيت يقولوا غادي هذوك طبيخ نفس وانا تنقولها دابا غتشحرقي هذا الشوي هانتي ناشف شي المقله ناشفه شتي هي شنو شفت على الشامبينيون هي هانتي هي شوفي كلشي ناشف غادي نزيد شويه من هذاك العطريه مازال انا كنخدم بهذه الطريقه شويه عشوائيه بالزربه لان تعبين واحد اللي هي عشان هو اول مره تجيو عندي الله يعطيك الخير انا خاصني ندير شي حاجه لهذا هو داك الفلفله دائما كنسميه انا سيري شويه ديال الشامبينيون هذا ديال لابواط البنات تقدروا ديروا الطري نتوما الطري الا بغيتو ديروا انا ما عنديش قلت لكم انا اللي عندي ديال شويه ديال المعدنوس تاعتو غليظ وهنا شويه ديال لاصالاد بيغ هاد لاصالاد بيغ كاش من اشمن من لاصالاد بيغ اي صالاد عندكم اللي عندكم في الدار الا ما عندكش ديري الكور انا غير ما عنديش نقطع الكور الرقيق هكا اللي عندي صالاد بيغ اوكي صافي غنتفيو عليه صافي حنا سالينا كاين شي حاجه ما تكره الصندوق الحقيقه شي معلقه انا ما نقدرش البنات نشوف الماكله وما ندقش ام بوسيبل غندق لكم ما غادي ندقوا صافي مازال خصها الملح خاص شويه ملح خاص الملح بنينه البنات والله الا بنينه في هذاك الزيت العود في هذاك الزيت العود معطر وهذا الخص
راه ما داير حتى شي مشكل. زعما تقول الخوص غيعطلق فيها الخوص الريحه ولا شي، ما عطيها حتى شي حاجه كاع نهائيا، بحال مخلطه لا سلطه مع هذه، بحال حاطه حداها لا سلطه. هما جات عيطنا على ما تجي، انا غنبقى هنا مقابلها نطلع عليها وناكل. حلوة تبرد باش نعمروها نديرو فيها الخوص. رائعه رائعه. يلا ها هي الوصفه الثانيه، يلا سيري ابدعي. المهم داك الدجاج راه غسلناه بالحامض مزيان، بقات عندنا الوقت بزاف. اللي ما عنديش هو اللبن، انا ضروري البنات ديروا اللبن، اللبن ديروا اللبن. انا ما عنديش اللبن في هذه الحاله، انا كنخدم باللبن، ولكن بما ان اللي عندي في الدار وما عنديش الوقت نخرج نتقدى، عندي واحد الدانون مسوس درتو لا موطارد حبيبات، دائما لا موطارد حبيبات. نقدروا اللي ما عندوش حبيبات يدير الاخر، يدير العاديه، غير انا كنخدم بالحبيبات. هاد اللي عندكم في الدار، عندي واحد المعلقه دائما هذاك السيبوليت قلت لك لكم، مع شويه ديال الزنجبيل ايه، هذيك الشهيقه ديالي دائما. هذا البصل المجفف، على كاين البصل المجفف، كاين البصل المجفف، كاين الخيزو المجفف هنا نيت السوق. الفلفله الحمراء المجففه ها هي نوريها لكم بالضبط واش عرفوها علاش مفراس. هذه ها هي، علاش كدير كدير التجفف الله يخليك. تقدر تجفيها ماشي دابا، هي الحمراء عاديه هذه، شهر 7 شهر 8 كتجفف. الحمراء الصغيره عاديه حلوه ها هي، ها هي هذيك ها هي كتجفف. كلشي دابا الدنجه كيتجفف كلشي، ولكن ماشي في هذا الوقت. عندنا الثومه ها هي بودره، هادشي اللي عندنا. الحامض مصير، الحامض مصير ديرني ما عنديش الزيت، نقول لكم علاش، حيت انا خليت الجلده، الجلده كتطلق الدهون ديالها، واش خافيها شي شويه الزيت ولا سيبت فيها شويه الزيت ما كاينلاش. دابا غادي نزيد داك الدجاج من الحامض وغادي نبداو نشرملو فيه. انا غنخدم بيديا لان انا كنخدم بيديا، ورا سي نورمال اصلا طلع طريق خاصها تدخل بيديا بيديا اياه. انا ما كنديرش البزار، علاش؟ حيت كندير الشقافه شي شويه ديال الهريسه، الهريسه ديك ماشي هي ديك الفلفله اليابسه، الفلفله اليابسه ماشي هي. كنبغي داكشي فيه يكون طبيعي، الحاره ماشي الشاونيه، ديك ديك الحاره هذيك الحاجه هذيك هذه. ما تعطي الراي ديالها كطبخ مع مولدي، هي تبارك الله عليها دائما تقول ماشي مشكله. هي جايه يقول لي تجرح، قال لك في يديه عادي، سير غسل يديك وصيبو، سير غسل يديك، سير غسل يديك. راه ولا بابا سير واش قال لكم؟ لا بعد قال لنا ها ماما كترقدهم، تخليهم شويه يترقدوا ولا صافي؟ تخليهم دابا يترقدوا شويه، شي شويه بما صيت الشهيوات الاخرين وسخنت. مازال غتزيدي الشهيوات، تبارك الله يجعل البركه. شنو هذا؟ اوكي الا عندكم الوقت هاد العمليه هادي الاحسن ديروها في الصباح، خاصها ديك تاع الصباح زعما واحد 3 السوايع بلا هي القليله ولا تبات القليله من الاحسن، من الاحسن كيعطي ياك. وبما ان حنا ما نقدروش راه غادي نتكم بحال هكا، تدخل معاهم العطريه. بما ان حنا ما نقدروش غنتكم بحال هكا. راه هاد الخلطه البنات راه حمراء، ماشي ماشي هاد اللي كتشوف فسميتو راه كتعطي في الاحمر غوز، ماشي هاد اللي كتشوف نتوما. كاين بزاف ديال انواع الخلطات والاختلافات في المذاق، بنادم ينوع فهمتي. راه فيا ما يدير لكم الدجاج بالطريقه البلديه، راه عندي الشهقه مصايبه بالسمن والزعفران ومصايبه كتجي لذيذه، ولكن بغيت ندير شي حاجه بالاختلاف فهمتي. انا كيعجبني الاختلاف بحال هكا، باش كيعجبني الاختلاف. كنحماق على شي حاجه سميتها الاختلاف. سيرو هادو جوين حات البنات، جنيحات جوين حات سموهم كيما عجبكم. هادو هما جوين حات، هما نديرهم في الفران. شنو هذا؟ هذا الكمون هي هي كمون حبه. حاولوا تبداو تاكلوا هاد الحوايج هادو. هادي لا مطاطا هي خبيزات. هادي عندنا القزبر يابس. عندنا الطحيميره. وغنديروا شويه الصوجا صافي، وغنديروا الثوم. ها هي الثوم اللي فيه يكون في علمكم، انا اللي قطعتها. تقولوا ما كنعاونش الثوم بالطريقه البلديه، وعاوتاني كنخلطوه كيجيو يا سلام. خدمت هما يترقدوا، حتى هما يترقدوا شويه. ضراتني يدي. هادو غادي تقليهم غادي تدخلي من الفران؟ لا انا كندير الفران، ما تنقليش. اوكي ماشي بزاف تنقلي، يعجبني القليان. ما الطبيبة فاطمة كتهضر دابا هي وي مرا عرفنا الصح عداك الصح. دابا الدكتورة فاطمة بعض المرات بلا كيتشهى شي حاجة مقلية راه كدير. هي البارح حليت انا شهيت المقلية ولا قليت شنو ديرها كتشهي؟
راه بنادم ضعيف، نفسو ضعيفة. أنا ضعيفة أنا. أنا من ناحية الطباع الطياب ضعيفة جدا. أما راه بنادم كون يعرف الصحة ديالو راه ما يدخلش السكر للجسم ديالو ولا داك الزيت ولا. السكر ما كانش. ياخذ غير الشعير وياخذ غير الحوايج الطبيعيين. فوالا هما دابا وما يطيبش في الإينوكس وما يطيبش في الأمينيوم وما يطيبش في هذوك القزادر. ها هو هادشي كله وجد. وها لا صالات ديال الشافين بالنسبه للبنات اللي غيسولوا على الشافين راه عندها قناه البنات سميتها شافين نقدر نحطها لكم في صندوق الوصف الا لقيتها ولا الا عطاتني الا ما نسيتش حيت راه كتبقاوتوني بعمر على شي حاجه ما حطيتهاش ليا راه كنسى ما كنديرهاش بالعاني انا راه نسايه واحد البيرسون اللي غناسي ناسي راسو ناسي كلشي انايا الحمد لله على نعمه اللي كنكون ما ننسى كون راه تسطيت شتو هكا خدات غير هذا هذا راه غير بول عادي خداتو درت لي هذا طحتو في لا صالاد دابا نوريكم نوريكم الكنافه وهالكنافه وجدات دابا خاصها تدخل غير الفران نوريكم البنات الطريقه ديال الكنافه راه وراتها ليا ساهله واعره ما ذقتهاش نقول لكم انا واعره ولكن ساهله درت فيها دانون جوج دانون درت فيها الفرماج داك ديال بوك ولا شنو سميتي ما زبده واحد لاصوص من الداخل ما شتات ضغطت عليها عزلت عليها الزبده من الفوق انا غادي ندوقها ورد عليكم حقيقه لاصوص بعدا جات زوينه شوفوا ليا لا بريزونطاسيون ديال الشافين ما شعلتش الضوء البنات باش يبان لكم الشميعه تاع عيون الشميعه داكشي رومانسي داكشي لا سلاد كنافه مالحه دجاج سلاد غزال كيشه الطبيله ها نتوما هي الطبيله هو داك الكالامار اللي كطيب في اللبن وكتقرا فين هو ديجا ها هو البنات هضره كالامار طيب في اللبن وواعر دقته غزاله البنات الله العظيم الا المذاق ديالو غزال دايو غادي ندقو راه نسيتو طيب في اللبن امه رائع البنات انا غادي ناخذ من عندها الوصفه ونديرو عجبني البنات هي الكنافه اللي وجدت لينا الشافين شوفوا شحال غزاله انا ما عرفتش ماذا ما دقت ولكن واعره كتبان غزاله شوفوا الديكوراسيون ديالها درت فيها الورد وعاونها راجل ها دارها معاها بصح في عام صورت لكم ولكن تا هو راه عاونها فيها ما عادش دار ليها واش دار ليها الزبده دار لك ولا هو اللي دار لك هذا الورد هنا هو دار لها العسل كيتقطر دار اللمسه فيها العسل كيتقطر ما عولناش عليه وهنا ولد اختها عنده عيد ميلاد غير صغير عنده عامين ما عولوش عليه اصلا خداو عي حليوه هكا ديك كاطو كلاصي هذا صافي وهنايا كاينه الفون اشنو هادي ديجا شنو كيسموها فون دو شوكولا الفون دو شوكولا زيت لا لا زيت تفاحه ما قنعش التفاح بغيت الفون في الحقيقه وي فوالا سي سيغ لا سي با غراف اي لا باي لا فون دو بلا هادي كنت بغيت ناخذ هاد الفون دو نيت البارح كنا كنشوفو في الانترنت بغيت ناخذها وهنا كاين ليمون شعيره باش ندخلها تحت من هذا باش قصرها Happy birthday to you. Happy birthday to Ahmed. Happy birthday to you. هو بغى غير الحلوى. علي سوف سوف أحمد. أحمد سوف سوف. أوف أوف بزي أوف. اوف هادي 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 اوف اوف ديل هادي اوف ديل اوف والو غمي ما كان غمو ديل هادي اوف حياتي شلدو حبيبي